السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في مادة إدارة مشاريع البرمجيات أو Software Project Management. خلينا نبدأ الشابتر الأول. نعمل شير للسكرين. أوكي. قبل ما أبدأ الشابتر الأول بس حاب أوريكم الكتاب اللي راح يستخدم في المادة. طبعا هذا هو الاسم الكتاب في أول سلايد، 9th edition كاثي شوالبي and ISBN اللي هو رقم الكتاب. طبعا هذا هو الكتاب اللي راح تشوفوه على المودل اللي راح تستخدموه. طبعا زي ما حكيت لكم الفيديو اللي فات راح أرفع الباوربوينت سلايدز أو السلايدات اللي بشرح منها لل خلال الكتاب أو خلال بشرح منها المحاضرات. خلينا نبدأ إن شاء الله، توكل على الله. خلينا نبدأ السلايدز. Software Project Management. أوكي. قبل هذا الشابتر الأول بس بيحكي لنا عن المشروع أو البروجكت كبروجكت، شو هو البروجكت. أوكي. فشابتر 1 بس ندخل مدخل البروجكت، شو هو البروجكت، شو العوامل اللي بتميز البروجكت، وكمان شو هو اللي بيخلي البروجكت مانجر بروجكت مانجر مميز، مدير مشاريع مميز. خلينا نبدأ شابتر الأول. طبعا شو هو البروجكت؟ البروجكت فعلا عبارة عن اكشن او اكتيفيتي او شغل بتعمل الشركات والمؤسسات علشان انجاز شيء معين هم بدهم. يعني مثلا خلينا ناخذ مثلا الجامعه عندكم. الجامعه عندكم في عندها عده انظمه. احد هاي الانظمه خلينا نحكي نظام التسجيل المواد. نظام تسجيل المواد الجامعه عباره عن اورجانيزيشن او educational organization بدها تطبق نظام تسجيل المواد بالنسبه للطلاب. فطبعا مجرد ما تدخل بمشروع انها تخلي شركه او مشروع انها تدخل برمجه نظام التسجيل للجامعه محتاجه تفكر في تكنولوجيات معينه. فاي مشروع بالنسبه بالذات للتكنولوجيا طبعا بيدخل فيها الهاردوير، بيدخل فيها سوفت وير، بيدخل فيها حتى النتورك، الشبكه اللي انا بدي اشتغل عليها او بدي اشتغل من خلالها. النقطة الأخيرة من هاي السلايدز اللي هو تعريف المشروع كمشروع. It's a temporary is a temporary work شغل مؤقت undertaken راح نشتغله to create a unique product or service عشان إحنا نطلع في product معين أو بسيرفيس معين. Okay. الفكرة هو إنه temporary work إنه هو شغل أو عمل أو شيء بنعمله بشكل مؤقت بغض النظر عن المدة هاي اللي إحنا بنحكي فيها. المؤقت هون بيحكي فيه له بداية وله نهاية، سواء هاي البداية هاي النهاية أسبوع شهر أشهر سنوات مش مشكلة، بس له بداية ونهاية. معناها it's a temporary، هو شيء مؤقت. السلايد اللي بعد، شو هي سمات المشروع؟ إذا بدنا نحكي في عندنا مشروع، طب شو هي السمات اللي بتخلينا نحكي إنه هذا هو مشروع؟ لازم يكون المشروع في له purpose، لازم يكون له هدف، هدف واضح. احنا بدنا نعمل المشروع علشان هذا الهدف، بدنا نعمل نظام تسجيل المواد للطلاب في الجامعه علشان الهدف تسجيل المواد بشكل سهل بشكل سريع. فلازم يكون الموضوع المشروع واضح والهدف من المشروع واضح، وشو بدنا نحقق من هذا المشروع من البدايه. هذا لازم يكون كله واضح. A project is a temporary زي ما حكينا، هو مؤقت يعني في له بدايه وفي له نهايه. A project is developed using progressive elaboration. يعني كيف؟ لأنه بعض في مشاريع نبدأ نضيف عليها وإحنا شغالين في المشروع. هاي كنا نحكي عنها إحنا gradually adding details. إحنا بنضيف مثلاً حكينا نعمل مشروع تسجيل، بدأنا نشتغل على مشروع التسجيل اكتشفنا إن إحنا لازم نضيف هاي في شغلة معينة على نظام التسجيل. فهذا هون اللي بنحكي إنه في مشاريع تضاف عليها وهي بتنبنى وهي بتنشغل. Project requires resources. طبعا بدنا لازم يكون عندنا موارد، لازم يكون عندنا موارد
علشان يخلينا نشتغل هذا المشروع بشكل سريع. احد هاي الموارد موارد بشريه، بيبل، هاردوير ريسورسز، سوفت وير ريسورسز، او اي اسيتس. ممكن تكون موارد ماديه، موارد ماديه. البروجكت كمان should have a primary customer or sponsor. لازم يكون في عندي ممول لهذا المشروع، سواء كان هذا الممول عبارة عن كاستمر أنا بدي أعمل له مشروع لهذا الشخص، مو شخص معين، شركة معينة، أو سبونسر. سبونسر اللي هو الممول للمشروع علشان إنتاج المشروع لشيء معين، لأنه في شركات ممكن بتبيع سوفت وير، بتحكي لشركات البرمجة اعملوا لي هذا المشروع. مين اللي بده يصرف على هذا المشروع؟ الشركة الأولى اللي هي بدها تدعم هذا المشروع عشان يتم إنجاز هذا المشروع، طبعا بيع هذا البرنامج أو هذا النظام في السوق. فسبونسر هو الممول بشكل عام، سواء كان ممول فقط ممول، أو ممول هو برضه كاستم، هو برضه عميل عندي أو زبون عندي. A project involves uncertainty. شو يعني؟ يعني في شغلات غامضة ممكن تكون في المشروع، في شغلات uncertain يعني احنا ما بنعرف شو بيصير في المشروع. ممكن نكمل المشروع، ممكن نوقف المشروع، ممكن التكلفة تزيد، ممكن التكلفة ما تكون موجودة. فاحنا في اغلب المشاريع involves uncertainty، هل راح يتكمل؟ هل شو راح يصير في المشروع؟ ما بنعرف. فها عشان هيك بحكوا من سمات المشروع ممكن يكون uncertain. السلايد اللي بعد The triple project constraints. هاي بتحكي لنا المحددات لأي مشروع، محددات للمشروع. في عندنا 3 محددات، هم 4 بس هنا أول هذول الثلاث بيركزوا عليهم، هم الأساس. الرابعة بحكي رح نطلع تظهر عندنا بعد شوي، لأن الرابعة تحط عليها علامة استفهام حاليا وأشرحها بعدين ليش علامة استفهام. المحددات the triple project constraint، محددات المشروع، إنه اللي هي 3 سكوب، اول واحد، ثاني 2 تايم، الثالث الكوست. شو هو السكوب؟ السكوب اني اعرف شو هو المشروع، شو المشروع اللي انا بدي اشتغل عليه، شو هو البرودكت اللي انا بدي اطلع فيه بالنهايه. التايم، شو هو الوقت اللي راح ابدا فيه المشروع والوقت اللي لازم المشروع ينتهي فيه. الكوست، كم راح يكلف المشروع، مين اللي راح يدفع بالمشروع، شو هي الميزانيه. فكل ما بيتعلق في تكلفة المشروع برضو نعتبرها هاي من محددات المشروع. يعني لو السكوب مش واضح ما راح نقدر نشتغل في المشروع، لو التايم مش واضح ما راح يكمل المشروع، لو الكاست يعني مش موجود او ما بنعرف كم، فعلا ما راح نبدا المشروع، بيكوز لانه التكلفة مش يعني مصحوبة بالمشروع نفسه. فهاي هي الثلاث شغلات الرئيسية، خلينا نحكيها المركز تبع المشروع. يعني من غير من هذول تكونوا موجودين ما في مشروع، من غير ما هذول الـ3 نقاط سكوب تايم كاست موجودين ما راح يكون في مشروع. احنا حكينا واحدة رابعة، شو هي الواحدة الرابعة هاي اللي حكينا عنها؟ خلينا نشوفها في السلايد اللي بعد، لأنه لما نحكي عن الرابعة فعلا نحكي عن هسه المشروع، إدارة المشروع بشكل عام. إدارة المشروع بشكل عام، إدارة المشروع بشكل عام محتاجة على 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 شغلتين رئيسيات بسموهم Project Management Framework أو Knowledge Areas. أول واحدة اللي هي ال Knowledge Area، ال Core Knowledge Area، والثانية Facilitating Knowledge Areas. في شغلات بسموها اللي هي أساس المشروع، اللي بيقوم عليه المشروع، اللي لازم تكون موجودة بالمشروع، لأن بدونها ما بقدر أقوم بالمشروع. وفي شغلات مساعدة facilitating knowledge areas، بتساعدني في المشروع. Okay. فخلينا نيجي على أول شيء the definitions of project management. تعريف الـ project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques، اللي هو عبارة عن تطبيق المعرفة اللي عندنا والمهارات اللي عندنا باستخدام الأدوات اللي عندنا بالطرق اللي إحنا بنعرفها to project activities to meet project requirements، ان احنا نحقق المطلوب منا بنهايه المشروع. عشان نعمل هيك في عندنا تنتين من النولج ارياز اللي بنشتغل عليهم. اوكي،
الاولى الكور نولج اريز اللي هي الرئيسيه الاساس لازم تكون موجوده. اوكي، شو هي هاي النولج اريز اللي احنا بنسميها الكور فانكشنز، كور فانكشنز اوف نولج اريز، اللي هي سكوب حكينا عن السكوب، تايم حكينا عن الوقت، الكاست حكينا عن الكاست، الرابعه اللي هي الكواليتي، الرابعه اللي حكيت عنها قبل شوي عليها ارتحت عليها بنسميها الكواليتي، لانه بصراحه ممكن في مشاريع بتتسلم الكواليتي مش عاليه بس مقبوله. اوكي، في مواضيع المفروض تسلمها والكواليتي تبعها عالي جدا وما برضو فيها الا كواليتي عالي جدا، فعشان هيك الكواليتي عباره عن كيف الكواليتي او مستوى الكواليتي اللي المفروض تتسلم فيه. هسه الشغلات المساعده في للمشروع هيومن ريسورسز، الموارد البشريه، كوميونيكيشن، كيف نحكي مع بعض، كيف الفريق والشركات وكل ما بتعلق في المشروع بيصير في كوميونيكيشن من خلاله. فبما معناه لما نحكي عن نظام تسجيل في الجامعة، في الجامعة نحكي عن مين اللي بيدخلوا في هذا النظام، فلازم كل اللي بيدخلوا في هذا النظام يحكوا مع بعض. ريسك مانجمنت، شو هو الريسك بالنسبة للتسجيل؟ ممكن يكون الريسك عن طريق الدفع، لو في دفع في بعض الأنظمة لازم تقدر تدفع من خلال هذا النظام التسجيل، ممكن الريسك عن طريق الدفع، ممكن الريسك عن طريق شو المعلومات اللي لازم تكون موجودة وما بالنظام من الأساس تكون موجودة، بنطلب من الكاستمر أو من الستودنت إنها علشان يقدر يسجل. فالريسك مانجمنت بأي حال من الأحوال عبارة عن شو هي مهددات أو اللي بتساعد على عدم إنجاز هذا المشروع. أوكي، خلينا نركز على هدول بس، خلي البروكيورمنت هاي مانجمنت بعدين. بروجكت انتجريشن مانجمنت هو عبارة عن دمج هدول كلهم مع بعض، كل الكور فانكشنز والفاسيليتيتنج فانكشنز مع بعض. وراح اوريكم هسه سلايد بعد هيك اللي تحكي لكم هدول كلهم البروجكت مانجمنت تولز اند تكنيكس، هدول اللي احنا شفناهم هدول هم كلهم. اوكي، ممكن تقراوهم بالسلايد، اوكي ممكن تقراوهم بالسلايد او موجودين بالكتاب، بس انا ما راح ادخل بتفصيل كل واحده فيهم الان، لانه كل واحده فيهم يعني مثلا انتجريشن مانجمنت في تشابتر بس للانتجريشن مانجمنت، في تشابتر للسكوب، في تشابتر للتايم، في تشابتر للكاست، في تشابتر للكواليتي، وفي تشابتر راح ناخذه عن الريسك. اغلب هدول تشابترز لحال، بس هدول كلهم نرجع سلايد، هدول كلهم عباره عن الفريم ورك، الفريم ورك تبع البروجكت مانجمنت. اوكي، فكبروجكت مانجر لازم تدير بالك على هدول الأربعة وتستخدم الأربعة اللي تحت علشان إنجاز المشروع. فلازم تحقق اللي فوق باستخدام اللي تحت، لازم تحقق الكور فانكشنز باستخدام facilitating فانكشنز. اللي بعد هسه بدي نحكي عن المشروع الناجح، كيف أتأكد إني أنا نجحت في إنجاز هذا المشروع؟ أولاً لازم الثلاثة الكونسترينز المحددات يكونوا أكون حققته، لازم أكون حققت السكوب، يعني أنا شو المشروع اللي بدي أعمله وشو الهدف من اللي بدي أعمله لازم أكون حققته بالنهاية بعد ما أنجز المشروع. الوقت، لازم أكون حققت المشروع في الوقت المسموح لي أحقق فيه، وأغلب البروجكت مانجرز مدراء المشاريع بحاولوا طبعا ينجزوا المشروع في وقت أقصر. الكاست، لازم احقق المشروع في الميزانيه المتاحه الي، او ساعات الافضل لو قدرت اوفر من هاي الميزانيه، برضو هاي شيء سمعه كثير كبروجكت مانجر بالنسبه الي، سمعه كثير كثير جيده اني انا بنجزهم باقل تكلفه. والنقطه الثانيه the result of a project meet its main objectives اللي هي السكوب اللي حكينا عنها، انه بالنهايه انا شو بدي احقق، شو بدي اعمل من هذا المشروع وشو لازم هذا المشروع يعمل، احققه بالنهايه باني اوريهم انه انتم بدكم هيك مشروع وهيك الطريقه وهاي المشروع تقدم، انتم بدكم الطلاب يسجلوا في المواد بشكل سلس وجيد بهاي المتطلبات، وهي بالنهايه الطالب بدخل رقم الجامعي، بدخل المواد اللي بده اياها، والسيستم بشوف اذا هاي المواد متاحه بناء عليه بيبدا يسجل، انتهى. فانا حققت
الاوبجكتيف تبع المشروع. Project satisfies the customer or sponsor. طبعا لازم يتوافق عليها، يوافق على المشروع بالنهايه اللي هو الكاستمر او السبونسر. اللي هي في الواقع طريقه الموافقه هاي بتتم على ايش؟ بتتم على قبول، قبول فعلا، توقيع قبول المشروع بهيئه تسليمه. بمجرد ما اتوقع انه انا استلمت المشروع وعندي قبول لهذا المشروع، خلص انا عندي هاي بنحكي عنها project satisfies the customer، هو راضي عن المشروع بالطريقه اللي تسلم فيها. هيك حققت اني انجزت المشروع بنجاح. هذول الثلاث اذا تحققوا انا انجزت المشروع بنجاح. السلايد اللي بعدها البروجكت مانجمنت، او عفوا البروجرام مانجمنت، اللي هي شو هاي البروجرام مانجمنت؟ حتى احنا بنحكي بروجكت وبروجكت وبروجكت، فجاه طلع لنا شيء اسمه بروجرام. شو هاي هي البروجرام؟ خلينا ناخذ الجامعه كمثال. الجامعه احنا حكينا في عندنا نظام تسجيل. طب نظام التسجيل هذا مش لحاله موجود بالجامعه، في عندنا برضه بالجامعه نظام موارد بشريه. اوكي، في عندنا مش ممكن عندنا بالجامعه برضه نظام باصات، في عندنا بالجامعه نظام تسجيل باصات موارد بشريه، مثلا مباني، يا نظام بس للمباني والمكان اللي تقام فيها المحاضرات. اوكي، هسه هاي كل هاي الانظمه، نظام موارد بشريه، نظام التسجيل، نظام الطلاب، نظام المباني، نظام الباصات، كل هاي الانظمه هاي عباره عن مشاريع قائمه بحد ذاتها. بروجكت 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 بروجكت، تسجيل بروجكت، هيومن ريسورسز بروجكت، فاهم؟ فهاي كلها عباره عن بروجكتس لحالها، بس مجموعها كلها لانهم كلهم ممكن يكونوا مربوطين مع بعض، كلهم عباره عن بروجرام. كيف يعني؟ يعني انا بدي ادخل انشئ نظام كامل للجامعه، بحط تيمز، تيم مسؤول عن نظام الموارد البشريه، تيم مسؤول عن نظام التسجيل، تيم مسؤول عن نظام الباصات، تيم مسؤول عن نظام مثلا المواد. فبما انه تيمز مسؤوله عن هاي كلها، معناها عندي بروجكتس، كل بروجكت عليه بروجكت مانجر، وكلهم تحت اداره ما يسمى في بروجرام مانجر. بروجرام مانجر، فالبروجرام، البروجرام اول شيء از ا جروب اوف ريليتد بروجكتس، هو عباره عن مشاريع مرتبطه مع بعضها. اوكي، بروجرام مانجر بروفايدز ليدرشيب اند دايركشنز فور بروجكت مانجرز. البروجرام مانجر هو اللي بيحكي مع البروجرام بروجكت مانجرز على المشاريعهم وكيف بيرتبطوا مع بعض وشو لازم يشتغل وكيف لازم يشتغل. فكل واحد اللي تحت مسؤولين عن المشاريع، وفي عندي واحد او ممكن يكون فريق مسؤول عن البروجكت كلها على اساس انها كيان واحد، على اساس انه شيء واحد. اوكي؟ اوكي. اللي بعدها، هاي السلايد الاخيره في شابتر 1. وهون بعد شابتر 1 راح نوقف. السلايد الاخيره بانه كيف شو هي المهارات اللي لازم تكون موجوده في البروجرام، في البروجكت مانجر. شو هي المهارات اللي لازم تكون موجوده في البروجكت مانجر؟ بصراحه مش بس البروجكت مانجر، اي موظف بيشتغل باي مكان لازم تكون عنده هاي المهارات. اي موظف، اي شخص بيشتغل مع فريق معين على شيء معين لازم يكون عنده هاي المهارات. وشو هاي هي المهارات؟ نبدا واحده واحده. People skills، القدرة على التعامل مع الناس بشكل عام. وإحنا الحمد لله إحنا ممتازين بهذا الشيء. فعلا بالفطرة إحنا رائعين بهذا الشيء. People skills، طريقة التعامل مع الناس. Leadership skills، مهارات القيادة. مهارات القيادة بمعنى هون طبعا إذا بتجيك مرحلة إنك أنت لازم تكون المسؤول على شيء، تقدر انت تكون تستغل هاي المهاره بانك تكون مسؤول عن شيء، مسؤول عن فريق، مسؤول عن مشروع، مسؤول عن اي شيء. ليدرشيب سكيلز.
listening skills. ال listening skills ان احنا نقدر بشكل اعتيادي نسمع للي بنحكى بتفاصيله. لازم يكون عندنا هاي المهاره listening skills. السكيل الرابعه الانتجريتي ايثيكال بيهيفير كونسيستنت، بشكل عام الخصها بالاخلاق. الاخلاق اللي موجوده عندنا لازم تكون موجوده ونوريها كمهاره من المهارات اللي موجوده عندنا كانسان او كبروجكت مانجر، بما ان احنا بنحكي عن البروجكت. سترونج ات بيلدينج تراست، لازم يكون عندك المهاره انك تكون عندك القوه انك تبني هاي الثقة ما بينك وما بين الفريق، ما بينك وما بين الإدارة، ما بينك وما بين اللي حواليك. سكيل مهمة جدا اللي هي الفيربال كوميونيكيشن، طريق نقل المعلومات. ولما نحكي فيربال كوميونيكيشن مش بس بالحكي، الحكي وبالكتابة. احنا لازم يكون عندنا الفيربال اللي هو طريق نقل المعلومات بالتفاصيلها، سواء بان احنا نتناقش فيها ونحكي فيها او بالكتاب عن طريق الايميلات او ريبورتس او دوكيومنتس ايا كان. سترونج ات بيلدينج تيمز، هاي مش هاي للاسف مش الكل بيكون ضليع فيها للاسف، لانه في ناس كثير بتحب تجيب اصحابها يشتغلوا معهم كفريق، وهذا ساعات مش صحي ابدا. فانت المهم تكون عندك مهاره شو اللي مين اللي بدك اياه في فريقك، بناء على مين؟ بناء على السكيلز اللي عندهم. المفروض هيك، بناء على السكيلز اللي عندهم انا ببني الفريق. احد المهارات conflict resolution، انك انت تحل المشاكل، عندك الاداره بانك تحل المشاكل بشكل عام. والنقطه ما قبل الاخيره، بشكل منطقي تحل المشاكل، تحل النزاعات اللي بتصير في المشروع بين الأشخاص كذا بشكل منطقي. بالنهاية understands balance priorities، إنك أنت تقدر توازن في الأمور اللي بتنشغل في المشروع. يعني ممكن تجيك يعني مشكلة في فيز معينة أو شغلة معينة في المشروع، فأنت بتصير أنت ممكن عندك خيار، يا إما تصلحها وبعدين تكمل، او تخلي فريق يكمل في نفس الوقت، تخلي فريق يشتغل عليها على هاي المشكله بانك تنجزها وتنتهي منها، وبعدين كم يعني يصيروا يشتغلوا مع بعض بعد هيك. هاي هون النقطه، انه انت تعرف تحدد شو هي الاولويات اللي بالمشروع. اوكي، وهاي هي السكيلز اللي المفروض تكون موجوده عند اي مدير مشروع. وانا بحكي هون مش بس اي مدير مشروع، اي موظف، اي شخص بده يشتغل في الحياه، في عند الشركات، في الحياه العمليه، في السوق. وهون ننتهي من شابتر 1. هون ننتهي من شابتر 1، الفيديو اللي بعده بكون شابتر 2. الله يعطيكم الف عافيه، ونراكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه.